خلينا دلوقتي نروح لاخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين، والفرق المختلفه وايه الاخبار من مراسلتنا سالا حامد. هي موجوده في فرع نادي بالجزيره. سالا صباح الخير عليكي، سامعينك اكيد انا وكريم وكل الساده المشاهدين دلوقتي، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، واكيد بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده زي ما معودينكم من مقر النادي الاهلي بالجزيره هكون معاكم عشان لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي. وخليني ابتدي معاكم النهارده نهاوند وكريم باخبار الفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده المدير الفني الاسباني مستر اجاستي ايبوش، واللي قدر امبارح يعني بعد توجيهاته وتعليماته طوال المباراه وبعد يعني اداء قوي ومتميز من جميع لاعبي النادي الاهلي، قدروا امبارح النادي الاهلي ان هم يحققوا فوز مهم يعني في مباراه امس على نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 73-60. ويمكن دي تاني مباراة في سلسلة المباريات اللي بتقام بنظام ذا بيست اوف 5 لبطولة دوري السوبر لكرة السلة رجال. النهاردة إن شاء الله يا نهاوند كريم الفريق عنده يعني بدون راحة، عنده تمرين الساعة 8 على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر عشان يستعدوا بشكل قوي يعني خلاص لمباراة بكرة، ثالث مباراة في سلسلة ذا بيست اوف 5، وهتقام في تمام الساعة 8:30 مساء على نفس الصالة، صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادسة من أكتوبر. كمان خليني أطمن جميع جماهير النادي الأهلي على يعني ثلاثي النادي الأهلي في الفريق من العناصر القوية والمهمة عمرو زهران ومحمد أبو النصر وأحمد إسماعيل، اللي إن شاء الله يعني هيكونوا متواجدين بنسبة 90% بنسبة كبيرة، هيكونوا متواجدين في مباراة غد أمام النادي الاتحاد السكندري. ولكن بالنسبة لعمرو زهران يعني في محاولات كتيرة جدا لتجهيزه من امبارح والنهارده، كمان في محاولات يعني بيجهزوا اللاعب يعني عشان يكون موجود بشكل قوي في المباراة، لأن طبعا يعني زهران كمان امبارح تألق في المباراة وظهر بمظهر كويس طوال المباراة، فبالتأكيد يعني تواجده بكرة هيعمل فرق وهيكون مهم بالنسبة للنادي الأهلي. فإن شاء الله النهارده هيكون في محاولات لتجهيزه لمباراة غد. خليني بقى انتقل واروح لكره اليد للنادي الاهلي. وكره اليد يعني حاليا كلنا عارفين ان لعيبه النادي الاهلي في حاله معنويه عاليه وعندهم يعني ثقه ودوافع كبيره ان هم يفوزوا بجميع المباريات والبطولات الفتره القادمه. يمكن امبارح افتتحوا مشوارهم في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه بعد الفوز على نادي كيركوس الاثيوبي بنتيجه 48-19، دي كانت اول مباراه في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. النهارده ان شاء الله عندهم تاني مباراه ولكن امام نهاوند دون بوسكو الافواري، ودي هتقام في تمام الساعه 3 عصرا في النايجر بتوقيت القاهره. خليني بقى انتقل معاكم من النايجر لتونس واحوال الفريق الاول لكره الطايره رجال تحت قياده الكابتن ميدو مسلحي في تونس. يمكن امبارح يعني فريق الاول لكره الطايره رجال والجهاز الفني يعني ختموا استعداداتهم والتدريبات في تونس يعني عشان يستعدوا بشكل قوي لمواجهه فاب الكاميروني النهارده. ويمكن كمان بعد التدريب كان في محاضره فنيه ما بين كابتن ميدو مسلحي واللاعبين في الفندق، كان بيتكلم معاهم عن بعض الامور تعليمات يعني ونقاط الضعف والقوه اللي موجوده عند نادي فاب الكاميروني. يمكن النهارده ان شاء الله يعني المباراه دي هتقام في تمام الساعه 4 عصرا في تونس، ودي هتكون كمان بتوقيت القاهره. كمان خليني يعني اكمل معاكم اخبارنا النهارده وفريق كره اليد سيدات. النهارده ان شاء الله هينقلوا تدريباتهم من صاله الامير عبد الله الفيصل لصاله سيتي كلوب في السلام الساعه 6 التمرين عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه غد ان شاء الله نهائي منطقه القاهره امام نادي الشمس اللي هتقام ان شاء الله في تمام الساعه 8 مساء على صاله سيتي كلوب في السلام. يمكن قرر كابتن يحيى يوسف المدير الفني انه ينقل التدريب لصاله سيتي كلوب عشان اللاعبات يعني يتعودوا على احوال المباراه والاجواء قبل المباراه بيوم، وبعد كده يدخلوا في معسكر مغلق عشان يكونوا في حاله تركيز قبل المباراه، لان طبعا نظرا لاهميه المباراه لان هي نهائي منطقه القاهره. يمكن دي انا هوند وكريم كانت كل اخبارنا النهارده بالنسبه لجميع اخبار الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي سواء كره اليد السله او كمان يعني كرة الطايرة في تونس. أكيد أنا معاك يا نهاوند ومعاك يا كريم لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو، الكلمة ليك يا نهاوند أكيد تفضلي. لا أنا بشكرك جدا يا سالة على هذه التغطية، بس واضح إن الجو حلو. صحيح. يعني ووراها الباك جراوند برضو كتير في توافد من الأعضاء، دي حاجة حلوة. لا بشكرك جدا يا سالة، شكرا ليكي.